احنا في احلى مكان في العالم الاقصر، بلد الجمال والمجدعه، بلد مصر القديمه كمان. من اول ما عينا واحنا بنشوف الصعايده عن طريق التلفزيون، بس بنشوف الدراما الصعيديه بتورينا بيوت وقصور وفنادق، حاجات كتير قوي بنشوفها. بنشوف المجدعه والمرجله، بنشوف العصبيه والنرفزه، بنشوف حاجات كتير قوي من الصعايده، بس ما عندناش درايه كامله هل هو ده الصعيد المصري الحقيقي ولا لا. شفنا حدائق الشيطان، ذئاب الجبل، نسر الصعيد، طايه، مسلسلات كتيره جدا. بس عايزين نسال بقى الصعايده اهل الكرم والمجدعه، ايه رايكم في الدراما؟ هل هي بتوري حياتنا او بتوري حياتكم الطبيعيه، ولا في شويه اختلاف؟ ايه رايك في المسلسلات والافلام اللي بتطلع الصعايده بشكل مختلف؟ هل هي زي الواقع اللي انتوا عايشين فيه ولا في اختلاف؟ لا طبعا في اختلاف جامد. الصعيدي يعني حر واللي على قلبه على لسانه، يعني يقول الكلمه بكل صراحه وعنده جراءه كامله وما يحبش الغلط. عايزين نسألك ايه رايك في الدراما، هل هي بتطلع الصعايدة زي ما هم في حياتهم الطبيعيه، ولا في شويه اختلافات، ولا ايه نظام؟ لا بالعكس، انا بحسها بتطلع الدراما مظبوطه، لاني انا المسلسل لو سمحته بسد جوب، وهي احداث اللي هي بتحصل صح في بلدنا، يعني حاجات الاغتصاب، حاجات الطار، حاجات اللي بنشوفها دي بتحصل حقيقي وموجوده فعلا في بلدنا حقيقي، وهي اللي بتشوفه هو المخرج، هو اللي بيشوفه هو اللي بيجيب، يعني المخرج مش بيألف حاجة من عنده مثلا ويجيبها للناس، بالعكس دي بلاوي بتحصل في الصعيد وهو بيجيبها، وفي أحداث مش بيرضوا يعملوها أكتر من كده، يعني هم بس بيجيبوا لنا اللي هو الحاجات المعروفة. عايزين نسألك بقى إيه رأيك في الدراما؟ هل هي بتطلع الصعيدة زي ما هم في الحقيقة، ولا مبالغ فيها، ولا إيه نظام؟ في التلفزيون مبالغ فيها، يعني الصعيدة تلقيه ببساطة، الكرامة، الطيبة، يعني تلقي في الصعيد جايبين في التلفزيون دور شرير ودور ما اعرف شيء بيقتل وطار ما اعرف شيء، لا بطلت الحاجات دي خلاص، الدنيا اتقدمت. الصعيده دي تلقي فيه المستشار، الدكتور، المحامي، المستشاره. طب احنا بقى جايين هنا نسالكم ايه رايكم في الدراما؟ يعني هل الدراما بتطلع السعاده زي ما هم، ولا بشكل مبالغ فيه، ولا ايه النظام؟ مش هنا في الاقصر طبعا. اكبر بلد حضاره، احسن بلد حضاره الاقصر. ليه؟ احنا طلعنا لقينا الاجانب معانا، ولازم عندنا اسلوب، يعني عملنا الاجانب طلعنا لقينا اجدادنا، والجيل اللي جاي ده ولله الحمد احنا عندنا الحضاره في الاقصر زي فرنسا وزي امريكا وزي اي دوله اوروبيه. ليه؟ اخذنا مع الزبائن عندنا بنعزمهم في البيوت، ها، ولا خبز العيش، يعني الست عندنا بتتكلم لك كل اللغه وتقول عليها بتخبز العيش وبتروح تحش، والله وعندها لغه احسن من واحد واخذ بكالوريوس. الاقصر بلد حضاره ونمو، لا نختلف عن القاهره والاسكندريه ولا على اي مكان ثاني، لكن هم بيظهرونا بصوره سيئه. المفروض المخرج او اي حد هيجي يعمل فيلم او كده اهو يعيش وسط الناس علشان يعرف، لكن بتظهر بصوره فتونه وتخلف وما عندوش درايه يتفاهم مع الناس وكده، يعني لا ايه بتسيء لينا احنا نفسنا بنتضايق. يعني شايف ان هم بيمسكوا الجانب السيء اكتر من الايجابي؟ ما بيمسكش الجانب الايجابي، بياخد السيئات وبيصبيها، لكن مش بيبص ابص للوجه النور او الوجه المضيء واشوف ايه الحقيقه وانزل وسط الناس اتعايش معاهم. ايه رايكم في الدراما؟ هل هي بتطلع الصعايده زي ما هم في حياتهم الحقيقيه، ولا في مبالغه واختلاف؟ ايه رايكم؟ لا هي بصراحه بتطلعنا في اوفر في الموضوع، يعني حكايه الطار والكلام ده في بعض الاماكن اتلغت، هم بيطلعوا الصعيد كله ان هي لسه برضو زي ما هي، بس هي اتلغت في حاجات كتير اتلغت من ايام زمان، بس بيأفوروا يعني شويه. طب وانت ايه رايك؟ يعني الصعيد اتغيرت عن الاول خالص، غير من بيطلعوها دلوقتي خالص، يعني في تقدم وحاجات زي كده، انما دلوقتي بيطلعوها في الشاشه الاوفر خالص صراحه، يعني بشكل مبالغ فيه. طب وانت ايه رايك؟ لا هي حاجه بصراحه مش كويسه اصلا، هم بيطلعوا ان احنا متخلفين، بيطلعوا ان احنا يعني حاجه قديمه قوي، اصلا احنا طورنا في حاجه جديده خالص. قالوا ايه المنتجين والمخرجين بقى اللي بيطلع الصعيده بالشكل ده؟ يعني ايه الجديد اللي انتوا عايزينه يظهر في الصعيده؟ يغيروا الفكره عن الصعيده، يعني مش كل الصعيده بقت بتلبس جلاليب دلوقتي. داني. اللغه بتختلف من مكان للتاني، مش كلهم بيطلعوا بالافوره اللي هم بيقولوها دي، بس في ناس بصراحه بتطلع كلام كويس، يعني حتى زمان كان في مسلسل الضوء الشارق كانوا مطلعينهم بصوره كويسه، بفكر كويس، اللغه كانت كويسه،
مش بتبقى الافوار الجامده في الكلام اللي هم بيقولوه ده. فيبصوا للنقط دي يعني، والنكت، النكت اللي بيطلعوها على الصعيد صدقوني مش ما بنفهمش كده يعني، يعني احنا والله بنفهم مش زي ما انتوا فاهمين خالص. طب يعني مسلسلات زمان ولا مسلسلات دلوقتي؟ هو دلوقتي يعتبر الصعيد قل قوي في المسلسلات مش زي زمان، كانوا بيجيبوا زمان حاجات كتير عن الصعيد، بس في دلوقتي بعض المسلسلات برضو بتجيب حاجات كويسة عن الصعيد. طبعا يعني مسلسلات زمان ولا دلوقتي بالنسبة لك مين اللي بيطلع الصعيد زي ما هو اللي هو كوبي بيست تلفزيون؟ يعني دلوقتي بقت احسن من زمان في حوار الصعيد كصعيد يعني كلغة وكثقافة وكل حاجة، فشايف لا دلوقتي هي بقى احسن طبعا.